صباح الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير. اليوم صباح جديد وفيديو جديد، صبحوا وتربحوا ان شاء الله. كيف ما شفتوا في العمل عاوتاني، اليوم راني في المميحيل عندي الخدمه. راكم عارفين الصيف دابا وبنادم غادي مسافر، وكيف ما شفتوا ضروري غادي بغيت نوريكم ثاني. اليوم عندي هاد القنيضرات عاوتاني، دائما في القنيضرات. هاد السيده هي وبنيتها، ها هويا هذا، غتشوفوا معايا الموديل كيفاش غيطلع. هذه سهيايا، ها هي غنديرها بالعماره ديال الصم. ها هما هي ان شاء الله كاع غتشوفوا معايا. هو عندها هاد القيطان ديالها الصم، تا هويا غتشوفوا معايا ان شاء الله الموديل. هذا تا هويا راه غادي بغات مولات قنيطيره. وهاد السيده، بغات قنيطيره بالسروال ديالها وبالتزاره ديالها. انتما غتشوفوا معايا الموديل كيفاش غيجي، وبقاو معايا غتشوفوه انا يلاه في السورجي. ما كنبغيش نطول عليكم، نبدا معاكم في الصاله وكل شيء. المهم بغيت نشارك معاكم ان شاء الله روتيني الصباح ديالي كيفاش كيدوز النهار ديالي. دابا انا خرجت من المحل الصباح، صبحوا وتربحوا ان شاء الله. كل واحد دخل ليا هيا بالخير. كيفما شفتو هادي راه بغاتها بالسفيفة، أنا تحت لها الطوق شوية. كنشكركم بزاف البنات لي كيدخلو عندي ولي كيحضرو لي كومونتير زوينين، بارك الله فيكم، ولي كيخليو شي تعليق زوين كيما كان. راه أنا كنقبلو منكم وكتفرحوني بزاف، كتفرحوني بزاف. سوري على الاناشيد، صداع صداع الله صراحة الله مكرهش. كنسول على شي حاجة ما تكونش فيها الصداع نهائيا. كيفما شفتو هادو الكميمات، هاهويا غادي نشارك معاكم هاد الموديلات عاوتاني كيفاش غيطلعو. المهم بغينا نشاركو معاكم وصافي، تبارك الله. أو راك كيما شفتو البنات اللي كانوا باغيين تويبات ومليمات، خليت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا تويبات زوين زوين، راه ما تخسروا داك الشيء زوين صراحة الله. ايوا ها نتوما معايا، غادي تشوفوا معايا سالي المهم ما نطولش عليكم، غنسورجي ونرجع عليكم. هانتوما البنات، انا خيطت سريويل ديال السيده، ها هو الشوكيجه. مازال ان شاء الله تشوفوا معايا، جا زوين جا غزال، ها هويا. والقنيطيره ديالو هي هادي، هانتوما غتشوفوا الموديل من غيكمل. وبقاو معايا شوفوا ان شاء الله. مبغيتش نبقى نصور معاكم لان عندي ماكينه فيها شويه الصداع. كات في الاخر كيفاش كتجي، ها هي الشكل النهائي. مازال ما جمعتهاش كميمات، ها هو يا كيجاو. ايوا خليو شي كومونتير زوين. هانتوما اللوين جا زوين غزال تبارك الله. هانتوما البنات، شوف ملي كيجي ضروري ما كنرقدو في الماء، كنجيبو كنرقدو في الماء ونشرو كيتصبن. ها هويا غادي نرقدو في الماء في سطل تاع الماء. هانتوما هي كيفما شفتو، ها كيتصبن كيترقد ويتعاود يتنشر. كيمشو هاد الموديل البنات، ها هو يا مولاتو بغاتو سامبل، هانتوما غتشوفو معايا في الاخير. ها هو يا انا كملتو، مبغيتش نشارك معاكم
طول عليكم الفيديو. المهم انتما كتمشوا، انا غندير الموديل غتشوفوا معايا حتى هويا. انتما البنات على الموديل سالا، هادي بالزاره ديالها. وبالنسبه للسريويل ها هو وجدته، انتما الزاره، هذا السريويل ها هويا والزاره، كلشي على الزاره يا لالا. الزاره مع دابا قريب العيد وان شاء الله راكم عارفين كيبغوا الناس يتزرعوا تحزموا. وهذه فراشه انتما هي كي جات باقي ما مصلوحين، شراني من كيف ما كتعرفوا الخياطه طايحه تبارك الله من الماكينه، كنعلقهم في المانكه باقا ما دوزت على مصلوح. كي جات هاد الرشيمه انتما هي درت فيها هاد الرشيمه، جات زوينه. وهنايا هذا لولا كيف ما شفتوا، راني وريتكم البارح لولا سامبل ها هو كيفاش طلع. وخلاص هاد الكليه انا راه بغات هاد القنا يديرها بحال هكا، نوريكم موديل اخر كيفاش جا. وهاد الموديل راه بغاتو مولاتو سامبل، ها نتوما هي درت لي هاد البابي هنايا، هذا حتى هو كيجي زوين سامبل ما كمشو، راه ما بغات فيه والو، كيجي غزال كيجي زوين البنات. ها نتوما هي مرحبا بكم، وكنشكركم بزاف. ها نتوما هي هما الموديلات كي جاو. فراشات كيجيو في الالوان هادو، علاش ما انتي شوف على حسب الانسان الطوق ديالو. بالعكس هادو جات بالنسبه لهاد العماره في الصم، وهذيك الوريده جات زوينه. ايوا خليو لي شي تعليق زوين كتمشتو ها. كيعجبوني تعاليق زوينين ديالكم، ومرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي كيشوفوا لي في هذا الفيديو، مرحبا بالناس داخل المغرب وخارج المغرب والدول العرب ومصر والجزائر والمغاربه حتى هما يا كاملين اللي كيشوفوا في هذا الفيديو، مرحبا بهم ومياس الف مرحبا. كيف ما شفتوا الا عجبكم الفيديو خليوا لي كومونتير، خليوا لي واحد جيم، وديروا فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد يوصلكم. ومرحبا بكم. مش هادي بتزارة رجل زوينة هي بصحة مولاتها، مولاتها بالصحة والراحة، جات زوينة غزالة تبارك الله. ايوا دخلوا عندي لاشين، تابوناي معايا وديروا جيم، ديروا كومونتير، ومرحبا بكم، مرحبا و100 الف مرحبا. وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. المهم البنات اللي كيسولوا على التويبات، هاد التويبات ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هما الجديد